المطلوب منا كم سنتيلتر موجود في الديكالتر الواحد؟ إذن أول شيء سنفعله هو أن نفكر في كم سنتيلتر موجود في اللتر وكم ديكالتر موجود في اللتر، وسأكتب المقطع الأول من الوحدات في الأسفل، وفي الحقيقة يجب عليك أن تحفظها لأنك سترى هذه المقاطع لمرات عدة في أنواع مختلفة من الوحدات. إذن وحدة كيلو تعني ألف، إذا رأيت هكتو فإن هكتو تعني مئة، ديكا تعني عشرة، إذا لم يكن لديك شيء فإن هذا يعني واحد. دعونا نضع هذا هنا، ثم إذا كان لديك ديسي فهذا يعني واحد على عشرة، إذا كان لديك سنتي فهذا يعني واحد على مئة، إذا كان لديك ميلي فهذا يعني واحد على ألف. دعونا نعود لما هو لدينا سنتي لتر. دعوني أكتب هذا بلون مختلف، إذا كان لديك سنتيلتر فإن هذا يساوي واحد على مئة من اللتر، سنتيلتر يساوي واحد على مئة من اللتر. أو يمكنك أن تقول واحد لتر لكل مئة سنتيلتر، ويمكنك أيضا أن تكتبه هكذا واحد لتر لكل مئة، واحد لتر لكل مئة سنتيلتر. إذن لقد حصلنا على سنتي، الآن دعونا نفكر في الديكاليتر. إن ديكا هنا، الديكاليتر تعني عشرة لتر، أو بطريقة أخرى تقول أنه لكل عشرة لتر سيكون لديك واحد ديكاليتر. الآن قبل أن أباشر بحل المسألة، ماذا يحدث هنا؟ نحن ننتقل من وحدة صغرى إلى وحدة أكبر، إذن سنحصل على مجموعة من الوحدات الصغيرة في واحد من الأشياء الكبرى، ويمكن القيام بهذا بعدة طرق. نريد أن نقوم بتحويل واحد ديكاليتر إلى سنتيلتر. الآن يمكننا أن نفعل هذا عن طريق النظر إلى هذا الرسم، يمكننا أن نفعله عن طريق تحليل الأبعاد، نتأكد من أن الأبعاد ستنجح. دعونا نستخدم الطريقة الأولى، إذا كان لدينا واحدة ديكاليتر فعلى كم لتر يحتوي؟ دعوني أكتبه هنا، إذن واحد ديكاليتر هنا يعادل عشرة لتر، تلك وحدة اللتر. نحن نفترض أن الوحدة التي لدينا هي اللتر، ثم كم ديسي لتر موجودة في العشرة لتر؟ هذا يساوي 100 ديسي لتر، أليس كذلك؟ لأن كل من هذه عبارة عن 10 ديسي لتر ولدينا 10 منهم، إذا في كل مرة ننزل فيها إلى الأسفل سوف نضرب بمعامل العشرة. 100 ديسي لتر كم سنتي لتر تساوي؟ حسنا، 100 ديسي لتر كل منهم يحتوي على 10 سنتي لتر، إذا هذا يساوي 1000 سنتي لتر. إذن الإجابة هي واحد ديكاليتر تساوي ألف سنتيلتر، ألف سنتيلتر.
الآن الطريقة الأخرى للقيام بهذا هو أنه يمكنك أن تحول ديكاليتر إلى لتر، ومن ثم تحول لتر إلى سنتيلتر. فإذا كان لدينا 1 ديكاليتر وعندما نتعامل مع الوحدات نتأكد من أنها منطقية. في بعض الأوقات أن الأشخاص بدلا من الضرب يلجؤون إلى القسمة، ومن ثم يحصلون على 1 ديكاليتر يساوي 1 على 1000 سنتيلتر، ويقولون لا لا لا، إن الديكاليتر وحدة أكبر بكثير من السنتيلتر. إذا 1 ديكاليتر يجب أن يكون عبارة عن مجموعة من السنتيلتر، هذا العدد يجب أن يكون كبيرا. لذا يجب أن نتأكد عندما نتعامل مع الوحدات. الآن دعونا نحله باستخدام طريقة تحليل أبعاد. نبدأ بواحد ديكاليتر، نريد أن نحوله إلى لتر. إذا كنت تحول إلى لتر فستضع الديكاليتر في المقام واللتر في البسط. الآن كم لتر موجود في 1 ديكاليتر؟ حسنا، يمكنك أن تقول أن 10 لتر يساوي 1 ديكاليتر. 10 لتر يساوي 1 ديكاليتر. إذا 1 ديكاليتر يساوي هؤلاء، يتم حذفهما، 1 ضرب 10 يساوي 10 لتر. الآن إذا أردنا أن نحول هذا إلى سنتيلتر فسوف نضع اللتر في المقام ونضع السنتيلتر في البسط. الآن كم سنتيلتر موجودة في كل لتر؟ كم سنتيلتر؟ حسناً، 1 لتر يساوي 100 سنتيلتر. السنتيلتر يساوي 1 على 100 لتر. لاحظوا أن هذا وهذا مقلوب بعضهما، إن مضمونهما هو نفسه، 1 لتر لكل 100 سنتيلتر. هنا نكتب 1 لتر لكل 100 سنتيلتر، لقد قمنا بقلبه لكنهما يعطيننا نفس المعلومة. والسبب الذي جعلنا نقلبه هو حتى نحذف اللتر، ومن ثم يتبقى لدينا 10 ضرب 100، أي يساوي 1000 سنتيلتر. 1000 سنتيلتر وانتهينا.